قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا بالعلوم في الدارين امين. والجائز ما يصح في العقل ثبوته ونفيه اما بلا تامل ككون الجسم ابيض مثلا، واما بعد التامل كتمني الانسان الموتى مثلا. وهنا قسم الجائز الى ايه؟ الى قسمين، ضروري وايه؟ ونظري. في قوله اما بلا تامل فهذا هو ايه؟ الضروري. اما بعد التامل فهذا هو النظري. والله بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال المصنف والشارع رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم وعلوم شيخنا في الدارين امين. والجائز ما يصح في العقل ثبوته ونفيه اما بلا تامل ككون الجسم ابيض مثلا، واما بعد التامل كتمني الانسان الموت مثلا. لا شك ان وجود البياض وعدمه للاجسام قد عرفه العقل ضروره بالمشاهده، وصحة وجود الشيء وعدمه أعم من وجوده وعدمه. فإذا كان الأخص صحة، يعني معناها إمكان، هذا صحة وجود الشيء، يعني إمكان وجود الشيء أعم من وجوده وعدمه. عرفت كده؟ نعم. لأن الممكن أو ما يصح أن يوجد إما أن يكون موجود أو غير موجود. نعم. فإن كان موجود فهو أعم من أن يكون موجود، وإن كان معدوم فهو أعم من أن يكون معدوم. واضح؟ يعني إن كان وجوده وعدمه أعم من أن يكون موجودا بالفعل يعني أعم من وجوده وأعم من عدمه. نعم. لأنه يشمل الوجود ويشمل الإيه؟ العدم. صحة وجود الشيء وعدمه، صحة وجوده يعني جواز وجوده، إمكان وجوده، يعني هل يصح أن يوجد؟ هذا إيه؟ أعم من أن يكون موجودا بالإيه؟ بالفعل أو غير موجود. وصحة وجود الشيء وعدمه أعم من وجوده وعدمه. فإذا كان الأخص ضروريا للعقل فأحرى أن يكون الأعم ضروريا. لأنه ما يلزم للأخص يلزم للإيه؟ للأعم. وأما الحكم على تمني الإنسان الموت بالجواز النظري فظاهر، لكن في حق أهل العافية الذين لم يذوقوا المصائب التي هي أشد من الموت. يعني معناها الموت ده مصيبة، وفي مصائب أشد من الموت، القتل مثلا، واضح؟ في أشد من الموت، والإذلال والتعذيب والآخر. نعم. وأما الحكم على تمني الإنسان الموت بالجواز النظري فظاهر. فقلنا تمني الإنسان الموت ده خدناه فين مرة؟ كنا بنتكلم عن في المعجزات، وقلنا إن المعجزة مقصود بها الايه؟ التحدي. وفي معجزات، المعجزات اللي وقع بها التحدي في القرآن الكريم حاجتين، اللي هو الاتيان بمثله، مثلا المعجزة امر خارق للعادة مقرون بالتحدي. فهل يشترط؟ انا مش فاهم. عليكم السلام ورحمة الله. انت انت اللي جيت فقط. يعني هل يشترط في كل معجزه ان تكون مقرونه بالتحدي؟ طب ما وقع التحدي فعلا الا في ايه؟ عندما تحداهم ان ياتوا بمثل القران الكريم، فلياتوا بحديث مثله، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم، فإن لم تفعلوا ولن. هذا تحدي، لكن هل وقع التحدي بشيء آخر غير أن يأتوا بمثل القرآن أو بعضه أو سورة؟
يعني في حاجة تانية وقع فيها تحداهم أن يأتوا بمثلها أو أن يفعلوها مثلا؟ الوضع ده تمني الموت. ويا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ولن يتحدى ولا يتمنونه أبدا بما قدم ولن يتمن ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. فكون يقول يتحداهم ويقول لهم فتمنوا الموت ثم يقول ولن يتمنوهم فهذا تحدي ووقع كما قال فلم يتمن أحد منهم الموت بل وصفهم الله تعالى بقوله ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. يعني معناها كده الكلام دخلناه فين في شرح الصاوي على الجوهر أن التحدي ما وقع إلا بالقرآن الكريم يعني سورة أو عشر سور أو القرآن كله أو إلى آخر، لكن التحدي لا يقع إلا بسورة، ما ينفعش التحدي بآية. ليه؟ لأنه قد تكون الآية كلمة واحدة فلازم يكون في تركيب في إعجاز، يعني مثلا مدهام ده لا يقع فيها التحدي من كلمة واحدة، لازم التحدي يكون في جملة في تركيب، يعني في ايه؟ في سورة، ما يكونش في آية. وذلك قال تعالى وإن كنتم في ريب فأتوا بسورة، ولم يقل هاتوا ايه آية. يعني عندنا حاجتين وقع فيهم التحدي، القرآن وتمني ايه الموت. هنا أجاب مثال إنه يقول لك يعني حكم على تمني الإنسان الموت بالجواز النظري ظاهر، لكن في حق أهل العافية الذين لم يذوقوا المصائب التي هي أشد من الموت، يعني لماذا يتمنى الإنسان الموت؟ لماذا يتمناه؟ لأنه ليتخلص، لو كان الموت ده هو أكبر مصيبة ما كانش يتمناه، لأنه معناه عنده حاجات أشد من الموت فيتمنى الموت حتى يتخلص بالأخف من الأشد. وزيك بيتمنى ليه الموت؟ عشان الورطة اللي هو فيها أو المصيبة اللي هو فيها أشد كده. وزيك بيقول لك الذين لم يذوقوا المصائب التي هي أشد من الموت، بالنسبة لها الموت سهل، أو بالنسبة الموت راحة، ما راحة منه كده؟ الموت راحة من الحديث. وأما الحكم على تمني الإنسان الموت بالجواز النظري فظاهر، لكن في حق أهل العافية الذين لم يذوقوا المصائب التي هي أشد من الموت ويتسهل الموت ويتمنى عندها، يعني العار ده أشد من الموت، القتل أشد من الموت، الموت مصيبة لكن مش هو أكبر المصائب. يعني مثلا خسران الدين ده، كل إنسان يخسر دينه ده أشد من الموت، لأنه الموت حيستريح من أهوال الدنيا، لكن لخسارة الدين ستستمر الأهوال والمصائب معه في الدنيا والآخرة. إذا ما فيش لكن في حق أهل العافية الذين لم يذوقوا المصائب التي هي أشد من الموت ويتسهل الموت ويتمنى عندها، ولا خالطوا من وقع في ذلك ولا عرفوا المحن بالفكرة والتوهم، فهؤلاء يتوهمون ابتداء أنه محال أن يتمنى العاقل الموت لنفسه. يعني بعض الناس لما واحد يتمنى الموت يضحكوا عليه، يظن أنه ده رجل مجنون، كيف حد يسيب الحياة؟ لكن هم لم يذوقوا المصائب ولم يتعرضوا للمحن ولم يقفوا عند المواقف الصعبة، عايشين في رغد ونعيم، فبالنسبة لهؤلاء يتوهمون ابتداء أنه محال أن يتمنى العاقل الموت لنفسه. ولذلك قال تعالى ولن يتمنوه أبدا. فإذا فكروا في المحن عرفوا أن هنالك ما هو أشد من الموت، يعني ممكن يدرك بعقله وبفكره وببصيرته أنه في أشد، ممكن يدرك عندما يقع في المحن نفسها،
ويتعرض للشدائد نفسها. يمكن يدرك ذلك بالفكرة أو بالإيه؟ بالتجربة المعيش في المصيبة. فحينئذ يحكمون بأن تمني العاقل الموت لنفسه ليس بواجب. بأن تمني العاقل الموت لنفسه، عرفت الموت إيه ده منصوب عشان إيه؟ السلام عليكم. تمني عامل الفعل ده. في رسالة ليك يا دكتور عند الشيخ زكريا من عند السيد صالح الجعفري. رب هات. طيب حاضر، عند الشيخ زكريا يا جماعة. ماشي. مفعول المصدر. كان المصدر تمنى، يتمنى تمنيا. عارفين الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ ايه هو الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ قول المصدر هو الاسم الدال على الحدث، ده اما اسم المصدر هو معنى الاسم الذي يدل على الحدث. هو معنى؟ لا، ايه الفرق بينهم في الصياغه؟ معنى الحدث يعني مثلا ولله على الناس حج البيت، حج ده مصدر ولا اسم مصدر؟ حج يحج حجا، حج حجا ده مصدر. طب وفين اسم المصدر؟ حج. ايه الفرق؟ تعرف تقول انت؟ المصدر هو الحدث، اما اسم المصدر هو رفع الحدث زي مثلا الافتاء والفتوى، الاعطاء والعطيه. اذا تمام، واذا تغيرت الحروف او اختلفت او زادت او نقصت يبقى اسم المصدر. نعم. لازم المصدر يبقى نفس الحروف هي. اما اذا تغيرت يعني مثلا ذنب ده مش مصدر، لانه لو جبت الفعل اذنب ولم يسمع في اللغه اذناب، يبقى ذنب ده اسم مصدر وحج ده اسم مصدر. خلاص كده؟ بين زيادة أو بالنقصان. إما إذا كانت نفس الحروف يبقى ده مصدر، لازم كل الحروف كلها فيه. يلا يا أخي. فحينئذ يحكمون بأن تمني العاقل الموت لنفسه ليس بواجب ولا مستحيل. بل يعني حينئذ، يعني لما يفكروا أو لما إيه؟ حينئذ ترجع لإيه؟ ما هنا تنوين ده عوض عن إيه ده؟ حينئذ. عوض عن جملة، وأحيانا يكون التنوين عوض عن حرف، وأحيانا عوض عن كلمة. يعني مثلا فقد ما أنت قاض، عوض عن حرف ده. قاضي كده، فضلنا بعضهم على بعض، ده عوض عن كلمة. عندك هنا حينئذ، يعني حينئذ يتفكرون في المحن، جملة زي فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ، يعني حينئذ بلغت الروح الحلقوم جملة. بل يصح وجوده إن خاف من المصائب ما ما هو أشد منه. وجود يصح يصح وجود بقى لا يصح وجود وجوده وجود إيه؟ وجوده يعني وجود التمني. التمني وجوده. إن خاف من المصائب، يعني مثلا إن خاف أن يفتن في دينه يتمنى الموت. والحديث لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه، لضر يعني نقص في المال في الوقت، ما يتمناش ده حرام. إنما إذا كان هيتعرض لفتنة في الدين يبقى هنا جائز. بل يصح وجوده إن خاف من المصائب ما هو أشد منه، أو اشتاق أو رجى شيئا عظيما لا يحصل له إلا به. يعني معناها يصح تمني الموت لو لاحظ اشتاق إلى الشهادة، ده أعظم، اشتاق إلى الجنة يعني، ولا يمكن أن يحصل له ذلك إلا به، ومش هيدخل الجنة وهو حي في الدنيا، لازم يضرب كده بخنجر بحاجة كده توصله إلى إلى السعادة أو إلى الجنة. يعني لازم متوقف دخوله في الجنة على أن يقتل في سبيل الله أو على أن يخرج من الدنيا، في هذه الحالة ممكن. واضح؟ يعني حكم تمني الموت مش واحد، ما يختلف بحسب بحسب الأحوال، ممكن يكون حرام، ممكن يكون جائز، ممكن يكون مستحب. وأما معرفة جواز تمنيه في حق من اتصف بأسباب ذلك
خوفا أو رجاء أو اشتياقا فهي ضرورية لا تحتاج إلى تأمل، لكن المثال المقصود منه التقريب. يعني المقصود من المثال التقريب. فيصح التمثيل بما وجد على الجملة أو قدر وجوده. لا، أو قدر. بما وجد على الجملة أو قدر وجوده. يعني ما وجد أو هو وجود مقدر. فإذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب لمولانا جل وعز الوجود لتوقف وجود الحوادث على وجوده تعالى. فإذا عرفت هذا، يعني هذا يرجع عليه على الأحكام العقلية الثلاثة، الواجب والمستحيل والجائز. فاعلم أنه يجب، يعني يجب لمولانا، يعني في حقه الوجود. لماذا؟ لتوقف وجود غيره سبحانه وتعالى على وجوده، يعني لتوقف وجود الحوادث، لتوقف وجود العالم، لتوقف وجود كل ما سواه. لأنه معنى لا إله إلا الله لها معنى مطابقي، يعني معنى حقيقي، ولها معنى التزامي. المعنى المطابقي يعني لا معبود بحق إلا الله، والمعنى الاستلزامي لا مستغنيا عن كل ما سواه إلا الله، ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. يعني يلزم استغناؤه عن كل ما سواه، ويلزم باستغنائه عن كل ما سواه افتقار كل ما سواه إليه. إذا علمت أو إذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب لمولانا، يعني في حق مولانا الوجود، يجب يعني الوجود بالنسبة له يجب، أما لغيره جائز. لتوقف وجود الجائز، يعني وجود الموجودات اللي هي جائزة أو ممكنة، على وجود الواجب بذاته. يلا. فإذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب لمولانا جل وعز الوجود لتوقف وجود الحوادث على وجوده تعالى، ودليل حدوثها لزومها لما يفتقر إلى المخصص. يعني دليل أولا وجود الحوادث، طب يعني معناها هي كل ما سواه تعالى فهو حادث. ما هو دليل حدوثه؟ يعني ممكن يكون الموجودات اللي غير مولانا تبارك وتعالى واجبة أيضا، ولكننا نقول بأنها حادثة. إذن فما هو دليل الحدوث؟ نجومها لما يفتقر إلى المخصص. يعني أنك إذا تصورت معنى الواجب والمستحيل والجائز سهل عليك حينئذ معرفة ما يجب لمولانا تبارك وتعالى من الكمالات، إذ الحكم بوجوبها لمولانا جل وعلا فرع تصور معنى الواجب. يعني الحكم بوجوبها، يعني بوجوب الكمالات، فرع تصور معنى الواجب. يعني إذا تصورت معنى الواجب حكمت بإيه؟ بوجوب هذه الكمالات لمولانا، أو إذا حكمت بوجوب هذه الكمالات لمولانا تبارك وتعالى تصورت معنى الإيه؟ الواجب. إذ الحكم بوجوبها لمولانا جل وعلا فرع تصور معنى الواجب، وقد عرفته مما سبق. فمما يجب عقلا لمولانا جل وعز الوجود، يعني إدراك الأحكام العقلية كثيرا ما يفيد أو في فهم العقائد، لأن الإنسان كلما ازدادت معرفته لأحكام الموجودات الحادثة يميز بين الواجب والجائز والمستحيل، فيسهل عليه معرفة الواجب والجائز. يعني حقيقة الدين أو حقيقة التوحيد إفراد الإيه؟ القدم عن الإيه؟ عن الحدوث، إفراد القديم عن الحادث، يعني معرفة ما يتميز به القديم عن إيه؟ الحادث. فمما يجب عقلا لمولانا جل وعز الوجود، وهذا الواجب من القسم الثاني من قسمي الواجب العقلي، وهو الواجب النظري. يعني هو بيقول لك يجب لمولانا تبارك وتعالى الوجود، وهذا الواجب اللي هو وجوبه، وجوب وجوده، ليس من القسم الايه
الضروري ولكنه من القسم النظري. ليه؟ لأنه متوقف على تأمل وعلى تفكر، ينظر كذا هل يمكن أن يحدث هذا الكون العظيم الفسيح المترامي الأطراف البديع الصنع، هل ممكن أن يحدث من غير صانع أو من غير خالق؟ فهذا متوقف على على تأمل. لكن قلنا مش معنى كده أنه وجود الله سبحانه وتعالى أمر نظري وليس ضروري، بمعنى أنه يستمر ذلك، يصبح بعد ذلك من الضروريات. فكثير من الأمور الضرورية كانت في الأصل نظري، ففي بعض الناس يفتكر أن النظري يظل هكذا دائما نظريا، أو العكس، يعني أغلب ما هو ضروري كان في الأصل نظريا. ممكن يختلف من مجتمع أو من قوم إلى قوم، فما هو ضروري عندنا نظري عند غيرنا. زي واحد حديث عهدي بالإسلام، كل ما هو في الإسلام بالنسبة له نظري، أما بالنسبة لك أنت فكل ما هو في الإسلام بالنسبة لك ضروري. فتتوقف معرفته بحسب ما أجرى الله تعالى به العادة على النظر العقلي، وذلك أن تنظر في كل ما سواه تبارك وتعالى فتجده أجراما. يعني عاوز يقول لك كيف كان ما سواه، كيف كان وجوده تعالى من قسم الواجب العقلي اللي هو الواجب النظري، فتتوقف معرفته بحسب ما أجرى الله تعالى به العادة على النظر العقلي. يعني هذا بحسب العادة، لكن ممكن يخرق الله تعالى العادة فيكون معرفة وجوده تعالى أمر ضروري، ممكن، بس يكون على جهة خرق العادة لمن شاء الله تعالى من عباده، لكن بالنسبة لما وضعه الله تعالى أو أجرى به العادة فهذا أمر نظري، لأنه متوقف على أن تنظر في فيما حولك، أو تنظر فيما سواه تبارك وتعالى، يعني تنظر في العالم فتجده إما أجرام وإما أعرام. أهو ده هنا هيجيب لك قياس الدليل هنا. فتجده أجراما، أي مقادير تشغل فراغا، يأخذ من الفراغ كل واحد منها قدر ذاته طولا وعرضا. يعني فتجده أجراما، يعني العالم على سبيل القطع كده أجرام وأعراض. ولذلك يكفي أن نقيم الدليل على حدوث ما ثبت وجوده، أما ما يدعيه بعضهم من المجردات فهي أيضا حادثة لوجود وحدوث كل ما سوى الله حال التعدد الواجب. يعني عاوز يقول لك ممكن نقيم دليل من المشاهدة على حدوث ما سواه تعالى أو على حدوث العالم، لأنه شيء موجود لأجرام وأعراض، ونحكم بحدوث الأعراض لمشاهدة تغيرها، والحكم بحدوث الأجرام لملازمتها لما هو حادث، وكل ما لازم الحادث فهو فهو حادث. أما ما سوى ذلك من الأمور المعقولة أو المجردات هذه، فهذه دليل حدوثها دليل نظري، لأننا لا نشاهدها ولا نعرفها، ده على القول بوجودها. فتجده أجراما، أي مقادير تشغل فراغا، يأخذ من الفراغ كل واحد منها قدر ذاته طولا وعرضا. يعني ما معنى أجرام؟ جرم يعني مقادير تشغل فراغا، يأخذ من الفراغ كل واحد منها قدر ذاته، قدر ذاته طولا وعرضا، يعني لي طول ولي عرض. وصفات تقوم بها من ألوان وأكوان وغيرهما. يعني تأخذ صفات، يعني مثلا كيفيات وأكوان وغير ذلك، يعني أزمنة أمكنة إلى. وما من لون أو كون أو غيرهما إلا وهو جائز يصح وجوده وعدمه بدليل مشاهدة الأمرين فيه في كثير من الأجرام. فحيأذن الأذان بعض. الله تعالى أعلم.
هنأخذ إن شاء الله في الأسابيع القادمة يوم واحد، خلاص كده؟ نعم. يوم واحد تخفيفا عليكم، يوم واحد في الأسابيع القادمة. تخفيفا مسيحة؟ نأخذ فيه الله. فمما يجب عقلا لمولانا جل وعز الوجود. صف كم؟ نعم، ماشي معك. فمما يجب عقلا لمولانا جل وعز الوجود، وهذا الواجب من القسم الثاني من قسمي الواجب العقلي، وهو الواجب النظري. فتتوقف معرفته بحسب ما أجرى الله به العادة على النظر العقلي. ما دام هو واجب نظري يعني معرفته متوقفة على النظر. وذلك أن تنظر في كل ما سواه تبارك وتعالى، والنظر هذا بحسب ما أجرى الله تعالى به العادة. وذلك أن تنظر في كل ما سواه تبارك وتعالى فتجده أجراما، أي مقادير تشغل فراغا. ولذلك يعني ما سواه تعالى أجرام أو أعراب، إذن هو سبحانه وتعالى منزه عن الجرمية والعربية وخواصهما. يعني ما معنى مخالفته سبحانه وتعالى للحوادث؟ أي تنزهه عن الجرمية، لأن الحوادث أجرام، فهو تعالى لا يكون جرما، والحوادث أجرام أو أعراض، فهو لا يكون عرضا. وإذا انتفت عنه الجرمية انتفت عنه خواص الجرمية، اللي هو التحيز والجهة والمكانية والحركة والانتقال والنزول إلى آخره. وإذا انتفت عنه العرضية انتفت عنه أيضا خواص العرضية أو لوازم العرضية. فده مقياس منضبط مهم جدا في فهم صفة المخالفة للحوادث. يعني ما معنى مخالفته؟ يعني سلب الجرمية والعرضية ولوازمهما أو خواصهما. فإذا انتفت الجرمية وانتفت العرضية وانتفت اللوازم، لازم حتنتفي كل ما يشغل عقول المجسمة والمشبهة، وإلا لرجعوا إلى الانعقاد المماثلة بينه وبين الحوادث، وهو لا جرم ولا عرض ولا يلزم. وإذا انتفى الملزوم انتفى اللازم، إذا ما في جرمية كيف نأتي بلوازمها؟ يعني بالعقل كده لا يوجد أو لا ليس جرما، نفينا عنه الجرمية، فلازم تنتفي لوازمها. انتفى الملزوم لازم ينتفي ليه؟ اللازم. فتجده أجراما، أي مقادير تشغل فراغا، يأخذ من الفراغ كل واحد منها قدر ذاته طولا وعرضا وصفات تقوم بها من ألوان وأكوان وغيرهما، وما من لون أو كون أو غيرهما إلا وهو جائز يصح وجوده وعدمه. يعني ده الأعراض دي، يعني يصح وجوده ويصح عدمها بدليل مشاهدة الأمرين، يعني الوجود والعدم، بدليل مشاهدة الأمرين فيه. يعني ما نشاهده الأجسام تتناوب عليها الأعراض، وأقل حاجة الأكوان الأربعة، يعني الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. فنرى أن الجسم متحركا، ثم نرى انعدام الحركة وتبدلها بالسكون، ونراه ساكنا، ثم نرى انعدام السكون وتبدله بالحركة. فإذا الأعراض نشاهد فيها الأمرين، الوجود والعدم، وهي ملازمة للأجرام، إذا فلها نفس الحكم.
كل ما لازم إذا كانت هي حادثة فأيضا ما تلازمه حادث، لأنه لا يوجد بدونها ولا توجد بدونه. وما من لون أو كون أو غيرهما إلا وهو جائز يصح وجوده وعدمه بدليل مشاهدة الأمرين فيه في كثير من الأجرام. أو ده دليل قاطع، بدليل مشاهدة الأمرين خلاص كده، يعني الوجود والعدم، نشاهد الوجود بدلا من العدم والعدم بدل من الايه من الوجود. وما لم نشاهده فحكمه حكم ما شاهدناه. يعني يجي واحد يقول لك احنا نرى يعني مثلا الانسان يتحرك او الجسم او الحيوانات ونرى سكونها، لكن في اشياء نراها ساكنه على الدوام فيه. او نراها مثلا متحركه، يبقى فين الامرين؟ بيقول لك هنا ايه، وما لم نشاهده فحكمه حكم ما شاهدناه. احنا مش عارفين الاجرام اللي في السماوات متحركه ولا ساكنه ولا لم نشاهدها، فنقيس ما لم نشاهده على ما شاهدناه، لان المتماثلات لها حكم واحد. واضح كده، كل حاجة لها حكم، نفس الحكم. يعني مثلا يقول الجبال منذ خلقنا الله، ونشوف الجبل ده إيه؟ ساكن ما تحركش، يعني ما لقناهوش مثلا جبل المقضم راح مثلا عين شمس أو ليه؟ يقول لك ما أنت شايفه كده لكنه هو إيه؟ متحرك. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر إيه؟ ده حسبان ده. فإذا كل حاجة إيه؟ ما فيش حاجة ثابتة ولا حاجة إيه؟ يعني فيها ايه التغير والتبدل. حتى ما لم نشاهده نقيسه على ما شاهدنا. الله. وما لم نشاهده فحكمه حكم ما شاهدناه، يعني نحكم الجميع بحكم واحد من حيث ايه، من حيث كونها اجرام. ما دام الجرم خلاص، ما دام الشهادة جرم واحد فيه اعراض متغيره، يبقى الحكم لكل الاجرام واحد، حتى الاجرام التي لم تشاهدها. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. استواء الجميع في حقيقه الجرميه. ايوه، هو أهدى التعليل، الاستواء الجميع في حقيقة الجرمية. قال ما هو جرم يبقى له حكم جميع الأجرام، لأن الأجرام متماثلة. خلاص كده؟ فلو كان الحق تبارك وتعالى تعالى عما يقولون ثم تعالى عما يقولون علوا كبيرا كبيرا، لو كان جرما لكانت تلحقه الأعراض، لأن الأعراض لا تنفك عن الإيه؟ عن الأجرام، ولكان له خواص هذه الإيه؟ الأجرام من حركة وسكون واجتماع وافتراق وغير ذلك من الأعراض. وكذلك ما من مقدار مخصوص للجرم في الطول أو العرض إلا وهو جائز يقبل الوجود والعدم. يعني مثلا الجرم ده متر وعرضه مثلا نصف متر، لما جائز يكون عرضه مترين وطوله مثلا ثلاثة، وجائز يكون أقل، وجائز يكون جائز يقبل، وجائز يكون لا يقبل هذا، أو جائز عليه. فإذا يحتاج إلى إيه؟ إلى مخصص، يعني اللي خصه بهذا المقدار دون غيره. وما من جرم وكذلك ما من مقدار مخصوص للجرم في الطول او العرض الا وهو جائز يقبل الوجود والعدم. يعني انت طولك كان مثلا 157، جائز تكون 127، جائز تكون 167، فلما خصك بهذا الطول وخلى اخوك اللي هو مولود معك في نفس التوأم زياده عنك 3 سم؟ أما كان ممكن أنت يكون زيادة عنه، إذا معناها في مخصص خص هذا بمقدار دون مقدار، لأنه جميع المقادير بالنسبة له متساوية،
فلما خص بهذا المقدار دون غيره؟ لأن يوجد ما هو أكبر منه أو أصغر، إلا أن يكون تناهى في الصغر إلى يعني عاوز يقول لك ما في جرم إلا وهو كان ممكن يكون أصغر من اللي هو عليه أو أكبر، إلا أن يكون تناهى في الصغر إلى مقدار الجوهر الفرد، لأن الجوهر الفرد لا نقول إنه يقبل لأنه هو الجزء الذي لا يتجزأ، لا يقبل التجزئة لا حسا ولا عقلا، فحينئذ يكون مقداره العدم لأن يكون يقرأ كذا كلمة إلا أن يكون تناهى في الصغر إلى مقدار الجوهر الفرد، الجوهر الفرد اللي هو إيه؟ الجزء الذي إيه؟ لا يتجزأ، يعني تناهى في الصغر إلى أنه صار أصغر الأجزاء اللي يسموه إيه؟ الذرة، أصغر حاجة. أهو اللي بينقسم عن الذرة، إذا لم يكن هو الذرة هو الجزء الذي انقسم من الذرة الذي لا ينقسم بعد انقسامه، لو انقسم يبقى خلاص مش هو ذا. والعدم ولا مقدار العدم؟ لسه هنقرأه. وهو المقدار الذي لا يقبل تجزئة لا حسا ولا عقلا، يعني معناها ما يقبلهاش يعني حسا يعني بالمحسوس كده، وعقلا يعني افتراضا، لأنه لو قبل التجزئة يبقى إذن ليس هو الجزء الذي لا يتجزأ ما دام يقبلها عقلا، بس مثلا إمكانا يعني حسا لا يقبل، يعني كده في الحس لا نستطيع أن نجزئه، لكن العقل يفترض ما دام لي طول وعرض يبقى إذن يقبل التجزئة. وإن تصاغر يقول لك لا هو الذي تناهى بحيث لا يقبل التجزئة. فيقبل حينئذ مقداره العدم بأن يوجد ما هو أكبر منه لا بأن يوجد ما هو أصغر منه. صحيح دلوقتي. إذ لا أصغر منه. احنا مسافرين. بكرة؟ دلوقتي. أنا وقد عصيت قبل. حبيب السيد. أيوه. أمي. والله ما عارف المعنى. تهديك ولا؟ دلوقتي راح بس بتاع 10 دقايق يخلص ونمشي. اصبر. معايا زميلي بره وهعمل بعض الحاجات المنتظرة بره. انت مكيف حسولين يا جماعة؟ حاجز ضيف؟ نوم. لا احنا حاجزين مكيف يا مولانا. لا نلتقي ان شاء الله هناك في القطر. ماشي. مش الليل يطلع 9 ساعة؟ 8:30. يطلع 9 زي ما هو. ابقى المحطة. السلام عليكم. دعواتكم يا سيدي. ربنا ياخذنا وياخذك الى رحمته. انا قلت له ربنا ياخذك وياخذنا معك. واحد كان يقول له ايه الشيخ سيدنا الشيخ كتاني يقول له ادعي لي، كان يحكيها عن واحد يقول له اخذ الله بيدك اخذا وبيلا. فيقبل حينئذ مقداره العدم لأن يوجد ما هو أكبر منه. أيوة بتسأل عن إيه؟ عن المقدار العدم والعدم جوهر الفرد. الجوهر الفرد يقول لك مقداره يقبل العدم، ما فيش أصغر بعدين، فأن يوجد ما هو أكبر منه لا أن يوجد ما هو أصغر منه، إذ لا أصغر هو الآخر حاجة في الصغر ده. يعني هو ملوش وجود أم له وجود؟ له وجود. ده هو لو ده لو ملهوش وجود يبقى إذن لأنه هو أصل وجود الأشياء، بمعنى أنه الأشياء دي لو قسمت أي شيء أي جسم أي مؤلف لو قسمته إلى أجزاء ثم إلى أجزاء ثم الأجزاء إلى أجزاء حيصل إلى الجزء الذي لا يتجزأ، فهو تتركب منه الأجسام والمؤلفات، يعني كل جسم مركب من جواهر فردة، فإذا نفيت وجوده حتنسي وجود ما تركب منه، لأنه هو جوهر فرد وجوهر فرد جوهرينه بعد كده 4-5، يعني ممكن أنت يكون جسمك ده فيه مثلا مليار جوهر فرد مثلا أو 100 أو 70 مليار زي ما تحسب حسب الرقم اللي أنت عاوزه، لكن لو نفيت الأصل والتركب الجسم من إيه فهو موجود قطعا. والجوهر الفرد عندنا حادث لا ينكره أو كلام الجوهرة، كيف تقول وجود وهمي؟ بس بيقول لك يعني هو لا يرى إلا إيه بتركبه مع غيره لأنه متناهي في الصغر،
ولا يرى وحده كده، انما يرى اذا ايه، اذا تركب مع جواهر اخرى. لان الان احنا شايفين الجوهر الفرد بس في ايه، في مجموعه الجواهر في ضمن ايه الاجزاء مش وحده. وبعضهم مثل لي بالشعاع، عارف الشعاع اللي في قوه كده اللي طالع في الشمس كده، زي يسموه ايه الحبات الصغيره جدا كده، قال زي كده لما ترى ايه شعاع الشمس كده خارج من قوه كده، فتراه مثل الحبات الصغيره المتناهيه كده، لا لمحه كده. واذا اردت ان مثلا تمسك مثل لا تجد شيئا. وهو الذي تركبت منه الاجسام، لانه خد بالك ما هو الجسم، الجسم هو المركب المؤلف من ايه، من جواهر فرده. المهم هو ده العمق، ده الجسم السطح ده الجسم، انما الجسم الحقيقي مركب من ايه، في الجسم التعليمي والجسم الايه الحقيقي. الجسم الحقيقي مركب ما في عمق وفي ارتفاع وفي طول وفي عرض، فهو مركب من ايه، من اجزاء. ما هي الاجزاء المركبه من اجزاء؟ ما هي مركب حتى تصل الى الايه، الى الجوهر الفردي بمعنى الجزء. يعني شوف ده جسمه مثلا، قطة دي كم جزء؟ واحد يقول لك 24 مليون. المهم حنقطعها إلى أجزاء، إذا وصلنا إلى جزء لا يمكن تجزئته لا حسا، يعني كده بالحس كده، ولا بالافتراض. لأنه لو افترضنا أنه لا حسا ولا عقلا، يعني لا واقعا ولا فرضا، ما يقبلش التجزئة أو الذرة أو ما أو الجزء من منها إن قبلت لي يعني زي الهباء، سموك الهباء الذي في قوة الشمس عندما يخرج منها الشعاع في قوة كذا، في طاقة صغيرة يخرج منها، شوف خطوط كذا رفيعة جدا، قالوا زي كذا. أو يرى بانضمامه إلى غيره، ما تشوفوش واحد، شوفوا مع إيه؟ مع زملائه. فيقبل حينئذ مقداره العدم، لأن يوجد ما هو أكبر منه، لا بأن يوجد ما هو أصغر منه. يعني طالما هو وصل إلى هذه النهاية في الصغر، يبقى إذن إيه اللي يقبله؟ وهو مقداره أقل مقدار، يقبل العدم، ويقبل أن يوجد أكبر منه. لكن لا يقبل أن يوجد أصغر منه، لأنه لو كان أصغر منه حيكون مش هو ذا الجوهر الفرد، مش هو ذا. والمتكلمون كانوا يقولوا عليه إيه؟ ها؟ الجوهر الفرد، والفلاسفة كانوا يقولوا عليه إيه؟ الجزء الذي إيه؟ لا يتجزأ. وقبول كل مقدار مخصوص وكل صفة من صفاته للوجود والعدم هو لازم ذاتي لا يمكن انفكاكه عنه ضرورة، وهذان الأمران المقبولان. يعني عاوز يقول لك هنا قبول كل مقدار مخصوص وكل صفة من صفات الوجود هو لازم ذاتي، يعني مش لازم عرضي، واجب، مش الواجب الذاتي ده، يعني زي وجوب الايه؟ التحيز للجوهر، وجوب ذاتي لا يقبل، بمعنى لا يمكن عقلا انفكاكه ضرورة، بمعنى انه لا يوجد الجوهر من غير الحيز الذي يتحيز فيه، فده لازم أمر ذاتي مش عرضي. وقبول كل مقدار مخصوص وكل صفة من صفاته الوجود والعدم هو لازم ذاتي لا يمكن انفكاكه عنه ضرورة. لا استنى كده، وقبول كل مقدار مخصوص وكل صفة من صفاته. وقبول كل مقدار ولا كل؟ لا كل مقدار مخصوص. وقبول كل مقدار مخصوص وكل صفة من صفاته للوجود والعدم هو لازم ذاتي لا يمكن، ذاتي يعني لا يمكن انفكاكه عنه ضرورة، وهذان الأمران المقبولان. وهذان الأمران المقبولان وهما الوجود والعدم متساويان في القبول والجواز، لا ترجيح لأحدهما على الآخر من حيث ذاته، فإذا يستحيل عقلا أن يكون يعني ذا ما فيش ترجيح لأحدهما على الآخر من حيث إيه ذاته،
يعني معناها يمكن يرجح أحدهما على الآخر من حيثية أخرى، يعني من خارجه، لأنه لا ترجيح في العقل من غير مرجح، يعني هو في ذاته أمران متساويان، فإذا رجح أحدهما على الآخر فلا بد من مرجح، لأنه لا ترجيح في العقل من غير مرجح. لو أنت عندك ميزان، كفتين الميزان، سيبهم كده من غير ما تحط حاجة، لو حطيت شيء هنا فيه ترجيح بمرجح، وانت وضعت حاجة فهي اللي خلي الكفة دي نزلت المرجح اللي هو حطيته فيها. إنما لو تركتهما كده ألف عام كده لا ترجح واحدة على الأخرى، هيظلوا كده بس يكون ميزان منضبط كده، مش لا يمكن، هتجدهم يعني كده في المؤشر ده فين واخذ. ليه؟ لأنه هل يمكن تروح تنام وتصحى تلقى فيهم واحدة رجحت على الأخرى؟ لا يمكن عقلا إلا بمرجح. فإذا ما فيش مرجح يبقى معناها كده متساويا، ما فيش ترجيح من غير ما هو كلمة ترجيح يعني معناها رجح يرجح ترجيح، ده في مرجح، ده هو ما يجيش أصلا كلمة ترجيح حتى في لفظها إلا بمرجح. إنما في العقل حاجة اسمها رجحان من غير مرجح، إنما ترجيح من غير مرجح لا. رجحان ده معناها مش ترجيح، أمر ذاتي كده من غير مرجح، ده يمكن عقله. لكن لو افترضت مثلا وجود الأجرام مش كده وعدمها في ذاتها سواء، لكن لو جيت تقول طب ما ممكن يبقى في رجحان من غير مرجح، يعني يرجح وجودها وحده كده من غير مرجح، تقول له لا. ليه؟ لأنك لو نظرت لو دققت لا تجد الوجود والعدم في الجرم في ذاته متساوي، بل تجد العدم هو الأصل والوجود طارئ، يعني ليس وجوده طارئ وعدمه طارئ، ده العدم فيه هو الأصل. فإذا قلنا رجحان هيرجح ليه؟ العدم إن هو الأصل، حتى لو قلنا بالرجحان هيرجح العدم. فإذا يستحيل عقلا أن يكون جرم من الأجرام أو صفة من صفاته قديما لم يسبق وجوده وعدم، لما يلزم عليه من تقدير. الصابون اللي هي اللي يعطي الصابون ده يا الله فإذا يستحيل عقلا أن يكون جرم من الأجرام أو صفة من صفاته قديما لم يسبق وجوده عدم، لما يلزم عليه من ترجيح وجود المقدار المقصوص الجائز على عدم. قلت أنا العبارة دي إذن إيه؟ فإذا يستحيل عقلا أن يكون جرم من الأجرام أو صفة من صفاته قديما. وإذا يستحيل عقلا أن يكون جرم من الأجرام أو صفة من صفاته، يعني من صفات الجرم قديما لم يسبق وجوده عدم، لما يلزم عليه من ترجيح لم يسبق وجوده عدم، تمام كده؟ لما يلزم عليه من ترجيح وجود المقدار المخصوص الجائز على عدمه المساوي له في القبول والجواز. ما هنا في ايه؟ هيجتمع بيقولوا في العقل النقيضان. ايه هم النقيضان؟ المساواة والرجحان. والمساواة معناها عدم الايه؟ عدم الترجيح. والترجيح معناها عدم الايه؟ فيجتمع النقيضان وهما ايه؟ وهذا أمر محال، هو ذا اللازم العقلي، يعني هما كيف يكونوا متساويان وكيف يكون في ترجيح؟ هذا إيه؟ تناقض. لما يلزم عليه من ترجيح وجود المقدار المخصوص الجائز على عدمه المساوي له في القبول والجواز، وترجيح وجود صفته المخصوصة الجائزة على مقابلها بلا مرجح، وذلك جمع بين متنافيين. عرفتم ايه هم المتنافيان او الاستواء؟ ما قالش الترجيح، قال الرجحان.
يعني حتى انا اقول لك لو مش عاوزين مرجح مش هينفع، لانه الرجحان هيرجح مين؟ يعني في طرف اقوى اللي هو العدم، لانه الاصل، وفي حاجه طارئه اللي هي الوجود، فحيلزم رجحان الاقوى على الايه؟ على الاضعف. وهما الاستواء والرجحان، وذلك لا يعقل، لانه اذا ثبت الاستواء انتفى الرجحان، اذا ثبت الرجحان انتفى، يعني لازم مرجح خارجي. فاذا قد دل كل ما سوى مولانا تبارك وتعالى من جهه مقداره المخصوص وصفته المخصوصه على امرين، على امرين. حنقف ان شاء الله على الامرين، ونرجو منكم الدعاء والتوفيق والسداد. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره. انا اعتذر.